تحت. نعم كان تحت والله في الأوضة الكبيرة. نعم والله كان تحت في الأوضة الكبيرة، أوضة كبيرة. الأوضة اللي احنا خدنا فيها النتائج. لا 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 انا فاكر، لا انا لانه انا قلت لك، قلت لك قلت لي انا هعيدها، قلت لك لا الكاميرات وهي مش هناك. لا هنا. لا يا حبيبي لا استني، لو كان تحت يعني كنت هشرحها لك. لا والمصحف قلت لك والله لو كان تحت كنت هشرحها لك، بس بس ما ينفعش. شو هالي الاخت ابيحه ولا ايه؟ شو هالي مش ابيحه، بس هشرحها لك يعني بيني وبينك، او كريمه راح تشرحها لك يعني حبسطها والله. لك استني بس انا اقول لك، انا قلت لك حتى طب قولي لي ده بدل ما اخش جوه تقوليها، بس انت قلت لي يا نهار اسود قدام الناس. يا نهار اسود، انا ما بقولش يا نهار اسود اصلا. ما بقولش يا نهار اسود، جبتها دي منين؟ بس يا جمال اسكري اسكري بس عشان تنسي، عشان تنسي، عشان تنسي انه مين والايام السودا اللي جايه عليك دي. والله عادي عادي، لو ما كنتش استحق يعني نومينيشن طلعت نومينيشن كنت حزعل، بس دلوقتي والله مو زعلانه، مو زعلانه يعني، مش زعلانه، مو زعلانه ولو 1% مش زعلانه والله، ولو 1% مش. خلاص والمصحف مصدقك؟ خلاص خلاص. هو انا قلت لكش انك خلاص قلتها مره قلت لك زعلانه دي طريقتك؟ لا انا قلتها ازاي تقولي مش زعلانه مش زعلانه مش زعلانه؟ زي الواحد اللي بيكذب ولو انت كذبت تقول لهم والله لا لا، وبعدين شويه والله لا ابدا. انت كذاب كذاب حضرتك كذاب. طب حفظت الأغنية؟ حافظة الأغنيتين خلاص يعني تمام؟ لا أغنية واحدة هغني بتاعت النومينية بس؟ والتانيين؟ واحدة طال الأغنية اللي كنت بقى عاوزة أغنيها خدها جيلبير وكريستين، الأغنية التانية ما اتدربتش عليها ما بحبهاش. اللي هي إيه اللي هي؟ You gave me. بيت الانجليزي بتاعه بعدين بيخش على المسرح يجي له صرع صرع حتى ما فيش جمهور. النهارده كنا واقفين باك ستيج بيغني زي الفل، طلعنا والمزيكا ابتدت قال احلى كلام احلى كلام. ايه يا ابني في ايه؟ اتنرفز. قال له قال له قال له لو ابوك غنيت كده مش هغني. فاللي هو بصيت له ايه احسن ايه احسن يا حبيبي بالراحه بعمل كده حياة حلوة يعني. فاكرة البرايم اللي أنا كنت بغني فيه مع رامي عياش أول أغنية؟ فكنت أنا واقف هنا كده فبتفرج على التلفزيون، فهو كان واقف في الصف الأولاني فجابوا الكاميرا عليه كده وأنا كده. والله العظيم ثلاثة أنا شفت لقيت ودقدوق بيرفع البنطلون يا ليلة زرق، كنت ميت. والست تقول لي أنت بتضحك على إيه يعني؟ وانا اقول لها هضحك على ايه بس يعني هفهمك ازاي؟ قول لها مش هضحك على ايه مش هضحك. بصي على التلفزيون والله واحد بيعمل كده وروح والتاني الكاميرا تيجي عليه بص اللي هنا واللي هنا بص اللي هو ايه بتعمله كده؟ ايه يا عبد انت ملبوس ولا ايه خرب بيتك؟ بس حسام عسل والله. لا حنين 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 يعني. امبارح كان بيغسل الساعه 2 بالليل وانا سريري جنب الحمام كده فكأني نايم جوه الغسالة بس. كنت هقوم ارميله والله هدوم والله. قمت قلت كانوا نايمين كلهم كان نايم قلت هدوم مين دي يا جدع؟ صحي قاعد جنبها قال لي بس فاضل 7 دقايق 7 دقايق دي ربع ساعة مثلا. 7 دقايق 7 دقايق 7 دقايق على الغسالة، الغسالة ماشية بوقت ما شاء الله. يسيب اليوم كله اللي احنا مش نايمين فيه وفي دوشه ويجي يغسل امانينا. وبعدين اقول له طب ماشي خلاص. وبعدين بقى خلاص خلصت الغساله طبعا، كانوا الغسالات اللي عندنا اشتغلوا، عندنا 4 غسالات في الاوضه 4 قطوره قطوره. لا ده دول النهارده صاحي الصبح يقول يا سلام يا سلام انت عبد السلام مزعج. انا عمري ما شخرت، كنت بلعب انا عبد السلام بالارض والله كنت بلعب بالارض. قلت له ايه؟ قال لي عمري 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 في حياتي. قلت له عمري في حياتي مين؟ امال مين كان مين اللي بيشخر؟ انا كنت انا نايم مكانك ولا؟ يقول لي لا لا ما تقولش كده لا لا. قلت له ما قلتش ايه يا عم؟ اذا كان الناس في الفيسبوك نايت قالوا لي سلم لي على الرباعي العازف انت ايه يا عم؟
قال لي انا؟ قلت له انا؟ من اول حسام كده وانت رايح، حسام رافع حضرتك عبد السلام. جلبيه وفريم لما بيبقوا تعبانين قوي يبدعوا. فريم في يوم كده ابدع ابدع بصراحه ما شاء الله عليه. احنا بقى ما عندناش ولا حد بيسخن. بتهرج؟ والله. بتناموا في هدوء؟ بتناموا في هدوء كده؟ والله هدوء تام يعني. هدوء تام بتناموا؟ طب وازاي بتعرفوا تناموا؟ ما خلاص ما بقتش اعرف انام في الهدوء خلاص. لو عبد السلام ما شخرش ما اعرفش انام، احس ان في حاجه غريبه ازاي يعني. انا كل يوم متعود ان اقول يا عبد السلام وانام وانا كده وانام وانا في الحاله دي. اليوم اللي الاقي فيه هدوء كده احس انه ايه ده؟ في حاجه ناقصه. في حاجه ناقصه يا جماعه مش عارف انام. في مرة طلعت نمت في أوضة التليفونات. لا أنا يوم ما جو الهدايا كريمة كانت جاتها الصورة كبيرة. الله يسهل لها. اسمع محطوطة جنب التخت وأنا تختي جنب الحيطة جنب النافذة الشباك. الشباك. أيوة أنا عارفة. والضوء هيك في الصورة والصورة بتبين هيك بيبانوا العينين هيك كأنها جنية. وأنا نايمة. طب وأنتوا ما فيش ستارة بتتحط على الشباك؟ الستارة إذا أنتوا عندكم شباك في أوضة النوم؟ أنا ما شفتوش ده لما كنت بطلع لك الساوند سيستم ما شفتوش. لازم تشوف. بتهرجي عندكم شباك؟ من إحنا أوضتنا عاملة زي مقفلة ليه كده؟ عاملة زي الاستوديو ليه؟ اسمع بعمل كده بلاقيها في الاول بقى اتخضيت كانه يعني جنيه. امبارح اول امبارح محمد عبد الله جابوا له بانر كده اخضر فبالليل مع النور الازرق بتاع الاباجوره باين ان في عارفه حاجه زي افلام اللي هو حاجه يعني مع الاخضر مع الازرق كده عليه كده من تحت. ما هو كده فباين محمد عبد الله واقف بس كبير. انا كمان الصوره يعني بقول يا جدعان بقى المزاوله دي بقى انا انا ما نمتش غيرت المكان نمت في مكان كريمه. كريمه كانت نايمه في تخت لميا. ولميا نايمه فيه. لميا كانت مشيت. داخلين عليا ناس كتير وانا خضيت والمصحف. لا انا عملت بفتح عينيا كده. انا كنت لابس البتاع اللي هي فسمعت صوت فعملت كده لقيت ايه يا جدعان في ناس كتير فعلا حوالي 7 8 اللي ايه ده في ايه؟ انا مش 7 8 يعني اكتر. عملت كده ورجعت نمت بس ضغط 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 ضغط. قمت رجعت للاوضه لما قامت كريمه قلت والله احلى نومه نمت اوضه التليفونات. قلت لها بليز دخلت نمت طلعوني قالوا لي لا كنترول. بقول لك لا بقول لي لا ليه وانا نايم على التليفون؟ ما نايم. انت لو ما رجعكيش الجمهور عايزه تقفي مع مين؟ ايه السؤال ده؟ سؤال عقلاني. مش عاوزه اقفي مع ولا حد. مش عايزه تقفي؟ انت عاوزه تقفي مع مين؟ ايه؟ والله اللي احسن نومين. اعتقد ان دورك هبت ولا بتتعجل لوحدك ولا هبت خلاص. هاتي المية. والله انا خايف اعملها بالليل على نفسي. شخير وغسالة وحمام وتعملها على نفسك ومية على السرير. المية دي جت منين يا جدعان؟ تعرف ان دول بيضحكوا علينا في الاكاديمي. انا عايزه اشوف وش كل واحد بيشتغل يعني على الكاميرا ويشوفنا 24 ساعه على 24 ساعه اللي بيشتغلوا يعني
مصيبة هنا مصيبة هنا مصيبة. مصيبة في ايه؟ يعني عننا احنا قاعدين بنقول كلمة كده ولا كده. نسيت انا ما بقولش حاجة عن حد الحمد لله. عايز اقوله بقوله. انا بعمل خير انا اخف. يبقى ننزل نسأل حسام هو رقم كام عشان نعرف. بس انا رقم 17. البرايم ده هيبقى بقالنا شهر. يا لهو على ايام كده كده عادي كده بتجري. اموت اعرف اللي بيستحملوا للفاينل دول بيستحملوا ازاي. دي طبعا مش هتعرفي عشان تخرجي الجمعه الجايه. هبقى انا احكي لك احكي لك ما تخافيش. من أمينة يا ياسمين أمينة. بتخيل نفسي وأنا واقفة أنا وكلمة أمينة. بابا واختي. كنت عايزة تقفي مع مين يعني؟ يلا حسام. وانت؟ لا حسام حسام كان بيتغدى في نفس الطاولة. طب انا بهزك كده يعني عادي ممكن اسكت يعني. الخيار والاكل كله بيعمل كده. ده ملبوس فظيع. حسام بيقول له عشان كان ننتني بعيد اتهز لوحدي. بقول له بيعمل ازاي؟ يقول يا عم كتب 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 كتب. في ايه يا حسام؟